هذا يطلب نصيحة، يطلب نصيحة عامة. نقول نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على أداء الواجبات وترك المحرمات والاشتغال بما يفيدنا في ديننا ودنيانا وترك ما يضرنا في ديننا ودنيانا. وليعلم كل منا أنه مسؤول عن أعماله وأقواله وتصرفاته ومحاسب يوم القيامة، فعليه أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه عن كل الأمور، فيحدث يحدث للتوبة، يحدث للمعصية توبة، ويتزود من الطاعة، ويستغل مواسم الخير لتكون زيادة في عمله، مثل شهر رمضان ومواسم الخير، يستغلها بالاجتهاد، ولا يقتصر على مواسم الخير ويضيع في غير مواسم الخير، لأن بعض الناس قد يجتهد في رمضان لكن في غير رمضان يضيع، ما يترك الأعمال ويظن أن رمضان يكفي. رمضان إنما هو زيادة، زيادة لك، لازم يكون عندك أصل. رمضان مثل الربح في التجارة، إن كان عندك رأس مال صار عندك ربح، ما صار عندك رأس مال ما صار عندك ربح. رمضان إنما هو زيادة تضيفها إلى أعمالك المستمرة. أما إنسان ما عنده أعمال ما ينفعه رمضان شيء، ما ينفعه بشيء. بعض الناس إنما يجتهد يوم الجمعة من كل أسبوع، بعض الناس إنما يحج فقط، يحسب الإسلام أنه هو الحج بس والعمرة بس، إلى حج واعتمر عنده أنه أدى ما عليه خلاص، ولا يبالي بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بشيء، حاج وخلاص. لا يا أخي، ما الله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت في عبادة دائما إلى أن يأتيك الموت، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما دام حي هو مطلوب منه العمل، مواصلة العمل. نعم.